الله تبارك الله. شوف الشباب اليوم وين متكيين في هذه الاستراحة الجميلة اللي خالطة ما بين الشيء القديم والشيء الحديث. مساء الخير، شلونك يا مدير؟ لاقي ندفع؟ جهز نفسك، قيم هنا شوي. هذا القسم الثاني ما شاء الله تبارك الله. هلا ابو ناصر، ان شاء الله كل واحد ماسك له زاويه. هلا ابو يار، ابو خالد، يلا حيهم. هلا والله حياك الله. خربك ابو يار. ها هلا، كيف ما عاد باجي استراحتكم هي؟ ليه صارت استراحتنا حالنا؟ هذه استراحه زين بالله. صار صاحبك يا هلا والله. شنو الدراهم؟ والله كم عدران معك فلوس؟ ابشر، كم تبي؟ أجلس عندك سنين ما حد يقول كم تبي. الله يحييك، الله يسعد الأوقات. ما تبي نسبح؟ والله حبيب وغالب ويارا أبشر. إي بس سلمى بارد. ألف ما بارد هالحين 220 يضبط لك الوضع. يذبحنا. أنا جاي أدور حياة عندك. عبيده في راسي يا الليله مواويل، ما هي مواويل هاللي كل ليله، ما هي مواويل هاللي كل ليله. يطربني يا الليل والحونة خير الليل، والفكر والفكر مشغول والطرقة طويلة، وانت جميلة بدون ايات تجميل، تجملي وكسبي فيني جميلة، تجملي وكسبي فيني